لكم برنامجنا هذا سميرز كيتشن، وقدم لكم احلى ولذ الوصفات، ارجو ان تنال اعجابكم. برنامجنا اليوم راح اسوي الكبه العراقيه الشهيره، كبه حلب او كبه الرز او التمن مثل ما قسم يسووها. There will be a short recap in English for our episode today, which is going to be fried rice kubbi or as is well known by kubbat halab. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me schola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. لتحضير غلاف الكبة أول شيء راح نحضر عندنا هنا تمن نقعناه لمدة نصف ساعة وصفينا المي من عنده راح نضيفه في قدر مثل هذا. ده استعمل أني تمن بسمتي اللي هو طبعا لونج جرين اللي تكون حباية مالته طويلة، بس إذا تستعملون التمن اللي تكون حبايته سمينة قصيرة كمية المي راح تختلف طبعا. فلهذا للبسمتي راح احتاج 6 كوب مي طبعا، ورا ما نقعناه وصفينا المي. لهذا راح اضيف الكركم، هذا يعطينا اللون الاصفر الحلو للكبة، وقليل من الملح راح نتركه الى ان يبدي يغلي الخليط كله. المحلول والتمن بدأ يغلي، راح نهدي الحرارة ونغطيه ونتركه إلى أن ينطبخ، إلى أن ينشف المي كله وينطبخ بطريقة كلش زينة. نفس الوقت هسه راح نحضر الحشو، فأنا عندي مقلاة مثل هذه راح أضيف عليها قليل من الزيت، زيت حمى. هسه راح نضيف اللحم، تستعمل لحم بقر مفروم. شوفون اللحم انطبخ كل الزيت، اخر شيء اخر دقيقه دقيقتين نضيف الملح والبهارات. راح نطفي النار ونتركه حتى يبرد تماما الى ان نكون حاضرين للحشو. التمن شلون المي مالته كله امتص التمن، طبعا ماكو بيه اي مي، نتاكد بانه كلش ينشف كل الزين وهو حار كلش. لازم راسا نهرسه بهذه الهراسه اليدويه، بس اذا تبدون تستعملون ماكينه وتستعملون الرايزر اللي هذه مثل نخلي بيها ونكبس عليها نستعملها للبوتيتا وهذه او اي ماكينه اخرى، تتركوه حتى يبرد تماما. بس من نستعمل الهراسه اليدويه راسا نهرسه وهو حار كلش حتى ينهرس بسهوله كلش. اتصور هاي احسن هي الطريقه بيكوز ماكو داعي نوسخ ماكينات ما نحتاج صراحة. ورا ما هرسنا التمن راح نحوله لإناء زجاجي مثل هذا فيبرد بسرعة. سو هرسنا التمن كله، حولناه لإناء مثل هذا، نريده يبرد شوية. وطبعا اكو هواية اضافات ناس يخلون، ناس تخلي طحين، تخلي نشا، تخلي بقسم اللي هو بريد كروم او فتات الخبز. بس طبعا لانه بدنا نستعمل تمن، انا شو اسوي؟ اخذ تمن يكون تمن يابس يعني كل شيء ما مطبوخ، واخليه بالهراسه او الفود بروسيسور وطحنه ناعم كلش يصير مثل الطحين تقريبا. واضيف الى هذا طبعا تعتمد كميه اللي راح اضيفها من ربع كوب الى نصف كوب، مو اكثر من هذا، ما يحتاج اكثر من هذا. سو راح اضيف اول شيء كميه قليله، وبعدين اذا احتاج راح اضيف اكثر من اشوفه راح يلزق على الايد، لو لا راح يكون اعرف بانه الكميه كافيه. سو راح اضيف اول شيء ربع كوب خلينا نقول، ونخلطه كل زين. هذا راح يساعد حتى ينطينا الكبة اللي تكون مقرمشة كلش. وهذا خليط من يبرد همينا راح يكون همينا يكون يقوى شوية، ما يكون هالقد لين ويلزق على الإيد. سو نحاول بأنه ما نخلي كميات هواية من التمن المطحون. صور محتاج شوية لاخ حسب نوع التمن اللي راح تستعملوه،
اذا استعملته تمن يكون الحبايه مالته سمينه وقصيره، هذا يكون بينشا اكثر، يمكن ما تحتاجون حتى تخلون هذا الكريمه او فرايز او التمن المطحون. بس اذا تكون البسمتي اللي انا يعجبني كلش، اول شيء طعمه يكون اطيب وينطي نتيجه كل الزينه، تقدرون تخلون هذا. راح نترك حتى يبرد شويه، راح نكمل تحضير الحشو. هنا نعدي اللحم برد كل الزين، راح اضيف له معدنوس، لوز حمصناه بالاوفن، تقدرون تقلوه اذا يعجبكم، والكشمش الاصفر. راح اشوف لكم الغلاف شلون عجينه، تشوفون شلون عجينه لا تلزق على الايد وسهله كلش للفتح وللحشو. راح نقسم تقريبا 5-6 من عدها كل مره حتى يكونون حاضرين، نتاكد بان كلها تكون بنفس الحجم. نقدر نبلل ايدنا بشويه مي نتاكد حتى ما تلزق. قطعنا قسم من العجين، نتأكد بأنه شوية يرتاح من نقطعها، وسرح نبدي بالحشو. عندنا هنا مي، نبلل إيدنا شوية. أخذنا العجينة رح نفتحها، تكون رقيقة حتى تتحمل حشو زين. شوفوا شلون سهلة كلش، لا تلزق بالإيد. نصد الأطراف كلها، نحاول أن نطلع الهواء من عدها كلها حتى من نقليها ما يصير عندنا أي هواء بيها، أو حتى ما تنفخ نفخة زايدة. وراح نشكلها بهالطريقة ونصفها في الصينية. كبة حلب طبعا كبة كلش مشهورة اياها بالعراق، ومن سنين من سنين الناس تسويها. بس طبعا التساؤلات هي ليش مسميها كبة حلب، بينما السوريين ابدا ما يعرفون عنها. يعني مرات يتعجبون يقولون ليش مسميها كبة حلب، احنا ما نسويها ابدا. سو القصة مالتها حسب ما اني قريت، ما متأكدة طبعا من المصدر مالتها بالضبط، بأنه كان أكو قوافل تمشي بالعراق، تجي السوريين القوافل مالتهم تمشي بالأراضي العراقية. هاي طبعا من زمانات، وكانت كلش تعجبهم هاي الكبة، العراقيين اللي كانوا يسووها. فمن يجون هم كانوا يوصون هاي الكبة، يقولوا لهم احنا رح نرجع ورا كم يوم سوونا من هاي الكبة حتى نودي ويانا الحلب الأهلنا، لأنه كلش تعجبهم. سو من هيجي سميت هذه الكبة كبة حلب، لأنه كانوا يسووها العراقيين للسوريين حتى ياخذوها الحلب لأهاليهم. أصور هذا المصدر اللي أنا قريته، بس إذا أكو قصص أخرى إذا أنتم تعرفوها، أو إذا هذه مو مضبوطة القصة، تقدرون تدزولي على ما إيميل أو على الكومنتس ما اليوتيوب حتى نعرف بالضبط شنو القصة الحقيقية. شوفون كملنا صينية كاملة، هسه راح نغطيها وراح نتركها بالثلاجة لمدة 2-3 ساعات حتى تقدرون تسووها قبل يوم، وحتى بهالحالة تقدرون تخلون هاي الصينية بالفريزر وتفرزنوها قبل ما تقلوها، أو إذا يعجبكم تقلوها وبعدين تفرزنوها ما يهم. سو هسه راح نخليها بالثلاجة عدة ساعات حتى بس تلزم نفسها شوية قبل ما نبدي بقليها. طبعا لانه الجو صيفية والدنيا طيبة، احاول دائما اذا عندي اي قلي اقليه برا حتى ما تجي ريحة بالبيت. وهنا انا خليت مقلاة كهربائية مثل هذه، خليت كمية زيت وحميتها كلش حارة صارت، وهسه راح نبدي بقلي الكبة حلب.
اليوم هي كبة حلب وهي كبة التمن أو الرز المقلية، كبة عراقية مشهورة. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات لذة وأطيب. لا تنسون تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram and Facebook. Recap for today's episode. We made كبة حلب, which is fried rice kibbe. First of all, we made the paste. We soaked two cups of rice for about 20 to 25 minutes, drain it, and then we cook it in 6 cups of water, added some turmeric to that and salt. We cooked it until all water was evaporated. Mash the rice when it's still very hot, and then to that add some ground rice or cream of rice to it. Mix it very well, and that will be the paste for our kibbe. And then we made the filling. We heated some vegetable oil, and we added the ground meat. We cooked it until nice and brown. Then we added the spices, the baharat, and the salt, and we let it cool completely. Then we added the chopped parsley, the slivered toasted almonds, and then the golden fried raisins. And then we set it on the side. To stuff the kibbe, we took a piece of the paste, the size of an egg, and then we opened it very thin. We filled it with some filling. We closed around the filling, and then we shape it into an oval shape, and we set them on the side in the fridge for about a couple hours, 2 to 3 hours actually, to cool off. And then we deep fry them, and they were ready to be served.